السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن روتيت تول. أولاً بساطة شديدة، هناك عدة طرق. الطريقة الأولى والأبسط عن طريق استخدام الجيمبل، فهنا روتيت حول الأكس أكسس وليكن 45 درجة، روتيت حول الزي أكسس ماينس 20، روتيت حول الواي أكسس وليكن 55 درجة. دي كده أول طريقة. نتخيل إن في عندنا سيلندر، فإذا من روتيت تول ار او روتيت في 3D وفي 2D. ال 2D الأوبجكت، هذا هو الأوبجكت سنتر اوف روتيشن، وليكن center of rotation هيكون خلال نذهب إلى right view، هيكون هذا هو center of rotation. angle of reference وليكن ممكن كتابة الدرجة أو ممكن نبدأ من هنا إلى ها هنا. بقى كده أصبح rotate tool بهذه الطريقة. طيب ممكن كتابة قيمة، فإذا rotate center of rotation هو الصفر، الأنجل وليكن هتكون 50، فإذا تحرك 50 درجة حول هذه النقطة. طبعا ممكن كتابة قيمة في الإكس وليكن 50، لكن بيتحرك، لو كتبنا القيمة بيتحرك حول الأوريجين بوينت. طيب نتخيل اننا في 3D space، فاذا في شيء اسمه 3D rotate او rotate 3D. ال select object rotate نستخدم هذا، ال start of rotation axis من center الى هذه النقطة. وإذا بيتحرك الكلام ممكن يكون واضح، لكن احنا هنذكر ان في روتيت 3D الاوبجكت روتيت هو هذه السلندر. الروتيشن اكسس وليكن هنبدأ من هنا الى هنا، فاذا الريفرنس انجل كالتالي، هو بيتحرك حول هذا الاوبجكت. خلينا وليكن نذكر نوع السلندر، فاذا هو تحرك 90 درجة حول هذا الأكسس. بكده يكون انتهينا من روتيت. في الدرس القادم سوف نتحدث عن السكيل وأهمية السكيل.